أمريكية وفق مخطط صهيوني، كما نرفض كل ما يصدر عن الإدارة الأمريكية ومندوبها كوشنير لتمرير هذه الصفقة الدنيا التي تكرس الظلم والجور والنهب الممنهج لحقوق شعبنا العربي الفلسطيني والمقايضة السيئة التي يراد تمريرها تحت مسمى السلام مقابل الازدهار عبر ورشة اقتصادية ستقام في البحرين، في تأكيد واضح للدور السلبي الذي تنتهجه دول الخليج بوعي أو بدون وعي فقط للحفاظ على عروش الحكم هناك، وهم بأفعالهم وعمالتهم وخنوعهم للصهيونية الأمريكية التي تبتزهم مقابل دعم بقاهم تناسوا أن سلوكهم هذا هو السبب الرئيس في استمرار احتلال فلسطين وتضعضع حال الأمة العربية من خلال مؤامراتهم ضد كل نظام عربي حر يؤمن بالقومية العربية والقضية الفلسطينية. ولنا في العراق واليمن وليبيا وسوريا أسوة في ذلك، نؤكد على موقفنا على موقف اليمن الثابت والدائم في وقوفه مع قضيتنا المركزية قضية فلسطين، وهو موقف نعتز به ونفتخر به وماضون عليه رغم ما تتعرض له بلادنا من عدوان واقتتال نعتبره ضريبة مفروضة على شعبنا. كما نؤكد أنه لا سلام إلا بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف